السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنات، أنا شيكو من قناة شيكو للتجميل وكل ما يخص المرأة. فيديو النهاردة إن شاء الله هو خلطة لتطويل الشعر وزيادة كثافته وكمان العمل على نموه. خلطتي يا بنات النهاردة سهلة وبسيطة جدا، وهي عبارة عن زيوت طبيعية 100% آمنة على فروة الشعر، طبعا زي ما قلتكم في كل فيديوهاتي، مش بس للشعر كمان للبشرة، وممكن كمان ان احنا نستخدمها للبنات الصغيرين قبل الكبار، علشان في امهات كتيرة قوي بيشتكوا ان بناتهم شعرهم خفيف ومش ناعم قوي كمان. فاحنا ان شاء الله هنعمل الوصفة دي علشان نطول الشعر وكمان نزود كثافته وكمان نزود من نعومته. علشان ما اطولش عليكم، الزيوت بتاعتي هي زيت اللوز الحلو وكمان زيت الخروع. الزيتين دول يا بنات من اهم الزيوت فعلا فعلا للشعر. وازاي هنستخدمهم مع بعض؟ عن طريق ان احنا هناخد معلقة من كل زيت، يعني معلقة من زيت اللوز الحلو وكمان معلقة من زيت الخروع، وهنقلبهم مع بعض. وممكن نحطهم كمان على حمام بخار علشان يدونا النتيجة المطلوبة. بعد كده تبدأي تدلكي بيهم فروة شعرك وتسيبيهم لمدة ساعة. طبعا يا بنات في خلال الساعة دي لازم تكوني مغطية شعرك كويس جدا بغطى راس نايلون شبه كده، تمام، تحطي فيه شعرك كله من الأطراف حتى فروة الرأس، علشان الزيوت دي تجيب نتيجة وتجيب مفعول معانا، وبتكرريه مرتين في الأسبوع. ما تنسيش وانتي بتستخدمي خلطة الزيوت الهيلة والجبارة دي ان انتي تمشطي شعرك كويس بمشط يكون ضيق، السنون بتاعته كده تكون ضيقة، علشان الزيوت توصل لجميع فروة الراس وكمان تنزل تحت لحد الأطراف. وأهم حاجة ان انتي تحتفظي بالزيوت كلها لمدة ساعة كاملة عن طريق غطاء الراس اللي احنا هنستخدمه ده، يكون مصنوع من النايلون او ممكن تستخدمي كمان منشفة، بس تكوني حط عليها شوية مية سخنة الاول. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك، والبنات اللي لسه ما اشتركتش معايا في القناة ياريت تشترك معايا. شكرا ليكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.